نعم ماجد، مساء الخير من جديد. إذن على أرضية مطار عبان رمضان بولاية بجاية حطت منذ قليل هذه الطائرة التابعة لقواتنا الجوية، هذه الطائرة من نوع B-200 ومن طراز كندير، اقتنتها القوات الجوية الجزائرية من أجل المساهمة في إخماد النيران. هذه الطائرة التي تحمل أزيد من 12 ألف لتر مكونة من طاقم من قيادة القوات الجوية الجزائرية، تعمل بالتنسيق مع مراكز الاتصال التابعة للحماية المدنية في تحديد مواقع وبؤر النيران التي يتم التعامل معها. تم الاستعانة بهذه الطائرة فور اندلاع الحرائق وأثبتت نجاعة كبيرة أثناء تأدية مهامها، حيث تم التأكيد لنا من قبل طاقم هذه الطائرة على أنها تعمل بصفة آلية ودورية بالتنسيق مع مختلف الوحدات المتواجدة على الأرض في مختلف ولايات الوطن التي عرفت اندلاع حرائق. هذه الطائرة الآن يتم الآن عملية مراقبة تقنية لها هنا في أرضية مطار عبان رمضان بولاية بجاية، حيث تتم عملية ملء خزان هذه الطائرة من البحر، ومن ثم تتوجه للرمي في مختلف بؤر النيران في المناطق التي تعرف اندلاعا للحرائق. هذه الصور المباشرة التي تأتيكم الآن لهذه الطائرة من نوع كندير التي اقتنتها قواتنا الجوية والتي تعمل على إخماد النيران في مختلف البؤر بولاية بجاية وأيضا في الولايات الأخرى. هذا سلاح الفتاك الذي قيل عنه بأنه أحدث ما تم اقتناؤه وإنتاجه في القوات الجوية وأيضا في عملية إخماد الحرائق في العديد من الدول. يتم الاستعانة به في تطويق النيران والبؤر الكبيرة، حيث تتم عملية الإخماد كما قلنا سابقا بالتنسيق بين مراكز الاتصال والوحدات المتواجدة على الأرض، بين الحماية المدنية وقواتنا الجوية وأيضا أعوان الغابات، وذلك بدقة عالية ونجاعة كبيرة. أحمد، هل من طلعات جديدة مبرمجة لإخماد النيران لاحقا أو لإخماد ما تبقى لاحقا، ما تبقى من النيران لاحقا؟ إليك أحمد. أحمد، هل من طلعات جديدة؟ ستنطلق هذه الطائرة إلى الولايات. نعم نعم، بعد قليل من الآن ستنطلق هذه الطائرة، طائرة الكندير من نوع B-200 للقيام بطلعات برميات على مستوى البؤر التي تتواجد بها النيران في ولاية بجاية بالإضافة إلى الولايات الأخرى. هذه طائرة أخرى حوامة تابعة لقواتنا الجوية تقوم بعملية التوجه إلى أحد المسطحات المائية من أجل ملء الخزان، ومن ثم التوجه إلى البؤر التي تعرف اندلاع النيران هنا في ولاية بجاية. كما تتابعون الآن هذه الحوامة التابعة لقواتنا الجوية تتوجه مباشرة من أجل ملء الخزان، وذلك من أجل مواصلة عملية إخماد النيران التي تعرفها العديد من ولاية الوطن. ونعود إلى هذه الطائرة مفخرة القوات الجوية الجزائرية التي تساهم في إخماد الحرائق هنا بولاية بجاية. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن عمليات الإخماد والرميات التي تقوم بها هذه الطائرة B-200 من على أرضية مطار بجاية عبان رمضان. ممتاز، شكرا لك أحمد، وبتوفيق لكل المصالح التي تسهر ليلا نهارا على أمن الوطن. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.